اسمي محمد الشيخ إبراهيم من الشام من سوريا درست هون أنيميشن واليوم خلصنا اليوم التخرج وعم برسم صار لي 5 سنين عم اشتغل قبل ما اجي لهون فصار الموضوع اني دربت عليه كثير فصار سهل بالنسبة لي بس بالأول بيكون كثير صعب وأنا صغير كنت أحضر أفلام لوولت ديزني كثير ولفتني شخصية طرزان فلما سألت عن مين اللي عمله طلع جلين كين صرت تابع جلين كين فحسيت إنه بدي أصير مثل هالزلمة بشكل عام أنا لما بدي أرسم ببلش بإني برسم أكثر من شكل بس بدون فكرة يعني مثل ما بيقولوا بشكل عشوائي بس الستايل اللي عم أشتغل فيه هو لرسام أمريكي كنت أنا كثير بحبه اسمه سكوتيان بتبلش بخطوط آسيا كثير وهي طريقة كثير منيحة لتدربي إيدك على الخط المستقيم حاليا بعد التخرج إن شاء الله إني أطبق كل اللي تعلمته على أرض الواقع يعني فعليا بكون بحاجة شغل فما فيني أطبق شيء على أرض الواقع إذا ما كنت عم أشتغل فحاليا عم بدور على شغل